باش الشوع شي حاجه زوينه عاوتاني. كاين 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 الشوع هنايا وكاين واحد الشوع هنايا. داك الشوع هنايا في العقل ما عندك ما دير به، ولكن الشوع هنايا غير السطر شي صاحبي راه كنحس فهمتي ما باغيش نخلي حتى درهم من ورايا فهمتي. والمنتور ديالي كان قال لي واحد النهار قلت ليه علاش شي ناس كنقول لهم شي هضره كيديروها وشي ناس كنقول لهم شي هضره ما كيديروهاش. هادشي بالخلاصه كنتنسر به الهضره ديالي. قال لي اسمع السيمو، واخا تشد شي واحد تبقى تنبح معاه حياتك كامله، الا ما كانش هادشي تفرو ما هادشي تفرو. قلت ليه لا، دابا انت اللي دماغ وعقل قول لي الاسباب علاش ما هادشي تفرو. قال لي لان الاخوان واحد السؤال كيجي بزاف هاد الايام هادي فهمتي، هو واحد السؤال جيت مبتدئ بزاف فهمتي، مي السؤال اللي كنحتارمو بزاف فهمتي. دابا باش يكون شي واحد الله عرف واحد المضافاكر سميتو سيمو لايف اللي هو انايا، يكون الله عرفو فهمتي واحد اليوم جا شي خونا دواليه ولا المهم لقاب شي طريقه او ما كيجي كيكتب لي اول ميساج فهمتي. وانا كنحترم بزاف هاد الناس هادو، تجي تكتب لي خويا قول لي شي حاجه نتصوفا بها فهمتي، خويا كتب لي خويا قول لي شي حاجه الله يحفظك نديرها نتصوفي بها فهمتي. انا كنقدر هذا سميتو كنقدر هاد الميساج هذا، وما نكرهش نعاونك فهمتي، ما نكرهش نعاونك باحسن حاجه نقدر ندير فهمتي. ما قول لي شي حاجه تصوفا بها فهمتي. الا كنتي علاش نقول ديما الا كنتي زعما شي حاجه ايرجون خصك الفلوس، ايرجون خصك الفلوس ماشي هي الانترنت فهمتي. على حقاش الانترنت از فاكين سلو، وماشي هي تكون اونتربرونور. ما عمر كانت تولي اونتربرونور هي باش دير الفلوس، لان شي وحدين نروجوا ديك الفاكين اونتربرونوريا انها واحد القضيه زوينه غادي تطريح وتخدم. لا عرفتي الاونتربرونوريا شي اخوان عاوتاني كيحتجوا تيقول لك لا تحاولوا يوريو لنا داك الشيء صعيب. انا ما عمري حاولت نوريك داك الشيء صعيب، ما عمري حاولت نوريك تولي اونتربرونور شي حاجه ساهله، ولكن الحقيقه هي ان داك الشيء صعيب وماشي ديال اي واحد. وماشي انا ما تتجاش فيه قول سيمو لايف تيقول ما هضره خاوي. ننصحك بالناس اللي احسن مني. كاين واحد السيد امريكاني عنده شركه ديال لاسيورونس سميتو بيت باتريك دافيد، هذا امريكاني تنصح كلشي يمشي يتابعو فهمتي. سيد زويول، انا ما تنصحش بشي واحد اي واحد الا ما عاد الا كان شي واحد نقيقي بالجيش، شي واحد اللي انا بعدا فادني. غتمشي تبع بيت باتريك دافيد، شوف اخر تصور ديالو في الانستغرام، اجي يقول لك قبل ما تبدا البيزنس كتكون داير بحال هكا، وبعد ما تبدا البيزنس وراك واحد الراجل شاب ونادولي دوك التجاعيد في وجهك. هذه هي الصراحه ديال الفاكين بيزنس. ماشي 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 ساهل، ماشي ساهل، ماشي ديك الحياه الزوينه اللي كتشوف فهمتي. يقدر فهمتي دابا حاليا شحال من واحد تيشوف اوكي انا مسافر دابا جايه من نهار واحد حتى لنهار اليوم، من نهار 7 ديال الشطرج، من نهار واحد جيت على قلب الاربعه في ليت ساميت، واحد جوج ثلاثه اربعه مشيت لامريكان دوزت تما ليله تاع اربعه خمسه سته سته رجعت في الطياره سبعه كنت في المغرب، من سبعه اليوم دوزت كامله تفاطح ومساريه. ولكن شحال من اخ ما شافش ايامات التماره، ما شافش ايامات 14 16 ساعه الخدمه، ما شافش ايامات التقهقير. المهم ماشي ايزي، وما انا الاخ اللي نقدر ننصح به فهمتي الاخوان اللي كيقلب على 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 الا بغى يدير فلوس سير قلب على شي وظيفه فهمتي. انا خويا راني كنعاني. قول لي شي طريقه، قول لي شي طريقه نعتق بها ما كرهتش، مي كنفكر الادسنس ثقيل سلاو، البديات ديالو مريضه وانت ما عندكش راس المال. لان انت حطيتي في واحد السيتوياسيون اللي في شكل فهمتي ما نعتق بها، يعني انت كتموت اصلا، يعني انت في واحد السيتوياسيون خايبه. خويا سيمو الله يحفظك كلنا شي 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 لعيبه، علاش ما تقولوش لنا باش نعتقوا؟ ماشي ما نقولكش باش تعتق، عطينا كل شيء ولكن راه ماشي باش تعتق. داكشي ما مديوش باش تعتق، ما عمر لونتربرونوريا كانت باش تعتق، ما عمر المقاوله كانت باش تعتق من الموت، ما عمرها كانت بحال هكا فهمتي. كانت هو كتوفر لونتربرونوريا هي كتشوف بعدا واحد الاحتياج عند عباد الله، هذيك بعدا تشوف خاصك تكون كتشوف ما كتكونش مزير، لان ملي كتكون مزير وعندك شي ضغوط ما كتبقاش كتشوف. هي كتريح كتشوف شنو شي خصائص عند عباد الله وكتمشي توفر داك الخصائص بسهوله. كاين شي برودوي ناقص، كاين شي سيرفيس ناقص، اجي نوفروا لهادو غادي ناخذ لهم فلوسهم بسهوله فهمتي، بلا ما نجامك بلا. هي بحال هكا، هي بد السهوله هادي، ولكن ملي كتجي تطبقها في ارض الواقع او ماي جاد على فرع كيدير. وبالتالي كننصحك فهمتي تمشي تقلب على وظيفه
فهمتي تمشي تقلب على وظيفه كما انا البدايه ديال حياتي راه فهمتي كنت كنبريكولي كنت كندير الادسنس الادسنس ثقيل في البدايه ديال الادسنس شحال كنت كنصور كاع 600 درهم ماشي 600 دولار اي اي 600 درهم على شهر اخر 700 درهم عاد جمع عاد يصيفطوها لينا عاد كذا عاد فهمتي وكنت خدام مع لاجونس كومونيكاسيون كنقاد ليها لي سيت المهم تما هذوك فريمون اللي كنت كنجمع منه فريمون راس المال كنت كنجمع منه راس المال اللي كنت كنستعملو سواء في الحياه ديالي اليوميه سواء في شحال من حاجه سواء المهم باقي عقل واحد الوقيته كاع ما عرفتش 2008 9 المهم الفلوس اللي كنت جامع هما اللي نفعوا بزاف فهمتي نفعوا بزاف كنت انفيستيتهم في واحد الكامبين ديال واحد لونتي فيروس ديال باندا شركه سميتها باندا وكان كانت المهم كانت ديك كانت واحد القفزه احسن حاجه نقول لك خويا باغي نعتق بليز والله ما كرهت نعاونك ولكن شتي الا قال لك شي واش ما ضفكر انه قادر يعاونك ومخبين عليك السر ومخبين عليك شي حاجه غادي دير فلوس اليوم ولا غادي ديرهم بالسربه لا راه تي كذب عليك هاد المضفكر هادي الا ما كانش عندك واحد راس المال ما غاديش دير شي حاجه وباش دير داك راس المال وباش تعتق خلينا فيك تعتق اخويا السي ما قلناش حاجه نتصوفوا اخويا السي ما قلناش حاجه نتعتقوا اخويا السي علاش ما تقولوش لنا شي لعيبه ندبروا بها على راسنا هذيك الحاجه اللي هذيك الحاجه راه ما كايناش وكون كانت انا ما بغيتش نخبيها ولا كان هاد المضفكر هذا اللي يقدر يعاونكم انا مستعد نخلصوا 10000 100000 ويت 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 عندي هاد القضيه هادي انا بالعكس غادي يصوفي لي واحد الامه البشر انا مستعد نعطي 100000 لخونا هذا اللي يصنع لهذا الحل هذا العباد الله تجي خويا السيمو قول لنا شي حاجه بغينا نصوفوها بالزربه بليز صوفي لي هاد عباد الله هادو قال لي اليوم هاد السوليسيون باش تصوفوا بالزربه قولها لقالينا انا نعطيك 100000 دولار 100000 100 مليون انا نعطيها لي انا نعطيك 100 مليون عتقلنا هاد الناس هاد خويا انا ما كاينش فهمتي ما عمر كانت لونتربرونيا بهاد الشيء بهاد السهولات ديال فهمتي تندوف واحد الموضوع اللي هو لونتربرونيا تبي ان اونتربرونور او دير الفلوس تعاون الناس فهمتي تعاون دير الفلوس هو الاول تحسن الوضعيه ديال حياتك تحسن الوضعيه ديال الناس اللي دايرين ليك تحسن الوضعيه ديال المجتمع ما راه ما كاينش بديك بغيت نصوفي اخويا خصك شي وظيفه بالرجوله هادشي اللي خصك شي وظيفه خصك شي لا اخويا السيمون وظيفه كيضربوا علينا تماره وكيحرطوا علينا وكذا خويا علاش شوف في البدايه ديال الحياه في البدايه ديال الحياه ديما كاينه تماره في البدايه ديال الحياه ديما كاينه تماره وكاين التقهقر المهم طوال هذا الموضوع هذا داكشي اللي بغيت نقوله راني قلته ولا طلع لنا هذا الاخ هذا اللي والله كنتمنى فهمتي اي اخ قال لك عنده شي فاكين سولوشن اللي اعتقلنا بها الناس بالزربه يصوفيو انا كاين تسالني 100000 دولار جبتها قدام ما نحتاجش انا نجيب لهم الناس نجيب لي 10 ها هما هاد 10 هادو غنخليهم لك اليوم نرجع نسقسي فيهم بعد سيمانه تصوفاو مبروك عليك هاك شيك مليون ديال الدرهم مبروك عليك وتستاهل ولا كاين هاد ولا كان هاد المضفكر هذا اللي بغى يخرج ويقول لي راه تهرب ما بغاش يدير فيديو هكا سيمو لايف تيتهرب مني انا عندي سوليسيون اللي غادي تصوفوا بها عباد الله وكذا كذا ما كايناش ولا كانت فهمتي بالعكس حنا انا ما كرهتش على حقاش فهمتي احسن نعيش مع واحد المجتمع مصوفي وواحد الناس مصوفيين هادشي علاش كنقلب والحمد لله حاليا راه بزاف ديال الدراري دايرين هي مصوفيين راسهم مصوفيين عائلاتهم مصوفيين كذا وهادو هما الناس اللي كيعجبني نعيش معاهم على حقاش شحال ما تقول انت خاي سيمو اناني كطريح مع الناس مع الناس الناجحه ما كطريحش مع الناس اللي ما ناجحاش انت اناني نقول لك انا مش ناجح ما عمر كان عندي الفلوس ما كنريحش مع الناس الناجحين ولكن كنتفادى نريح مع اي واحد كما انت كنصحك تفادى مع تريح مع اي واحد فهمتي هادي خاص تفادى انت فهمتي ما عمر تبقى تريح مع من ما والا لحقاش ريحتي مع من ما والا اجي تكملها في فهمتي ما باغيش نقول لك الكلمه المهم شويه موسخه هادي تكمل في واحد البلاصه موسخه على حقاش هادشي اللي اجي لك تجيب الطريحه مع من ما والا ماشي تريح مع من ما والا حتى انا ما كنريحش مع من ما والا لان بعض المرات تريح ماشي مضفك غير ماشي تتريح تشوفني في الشارع كيزي يسلم عليا خويا سيمو صافا بخير كدا انا كنسول عادي كي داير اخويا انت بخير خويا حنا كنعتاو الوقت مقتولين على البلاد صافي ما تجيش تسلم عليا احسن لك كاع
ما احسن ليا وحسن ليك فهمتي. كنقول ليه المهم اخا الواحد غير عاش صاحبي عندك ما دير في هذه البلاد اخا سيمون انت راك ما حش بالوقت صاحبي راه البلاد فيها الحقاد وفيها المكاري وفيها الصاد. انا ما ضربش ما ضرنش بيا هاد الناس هادو منين طلعتي ليا انت يا صاحبي تنقول له صافي اخويا ما يكون باس طلع ليا فراسك وكتا وسمي خو سيمو باقي شي ساعتين ساعتين صاحبي ساعتين انا راه ما جلستش مع راسي انا ما ريحتش 3 ايام نهار جيت ما نعسش في نفس الناموسيه 3 ايام من نهار جيت وانا كنجري فهمتي عائلتي الوالده ما الوالده ما ريحش معها ساعتين الوالده كنريح معها ساعه ونمشي كنجري عاوتاني وسميتو عطيني ساعتين من وقتك نعطيك انا نعطيك نهار ولكن ضد فاكين شيت بهاد اللغه باش كتدوي راه ما كتوصلش وما كتعطيش شي حاجه. والمنتور ديالي كان قال لي واحد النهار قلت ليه قلت لي علاش شي ناس كنقول لهم شي هضره كيديروها وشي ناس كنقول لهم شي هضره ما كيديروهاش هادشي بالخلاصه كنتنسر بيه الهضره ديالي. قال لي اسمع سيمو واخا تشد شي واحد تبقى تنبح معاه حياتك كامله الا ما كانش هادشي تفرو ما هادشي تفرو. قلت ليه لا دابا انت اللي دماغ وعقل قول لي الاسباب علاش ما هادشي تفرو. قال لي لان ثلاثه ديال الحوايج واخا صعيب نتفكرهم بثلاثه غادي نحاول نتفكرهم دابا بثلاثه. قال لي ثلاثه ديال الحوايج اللي كتلعب في الحياه ديال المرء باش يدير شي حاجه باش ياخذ الاكشن. قال لي هو المشاعر ديالو من الاولي ما يمكنش شي شخص حاقد ولاع وكاره يدير شي حاجه في حياته خاصو يبدل المشاعر ديالو من الاولي. قال لي والثانيه هي الافكار ديالو لان واحد خونا تتبان ليه بلي الدوله كتشفر وما هادشي نوض الغد ليه يخدم واحد خونا كيبان ليه ان كاينين الجحيم ما هادشي نوض الغد ليه يخدم واحد خونا كيبان ليه ما كاين ما يدار ما هادشي نوض ليه يخدم. يعني الاولى انا كننسى الثانيه قلنا هي الافكار ديالو والاولى هي الفيلينغ ديالو الاحساس ديالو والاخرى طريقه الهضره ديالو الطريقه ديال الهضره ديالو مع راسو لان قبل ما يدوي معايا انا كيدوي على فهمتي قبل ما يدوي معايا انا كيدوي هو مع راسو يعني كي كيدوي مع راسو. شوف هذا كي جاوقف عليا كيدوى اخويا راه ما كاين ما يدار الوقت مقتوله السطر يعني انت كدوي مع راسك اكثر ما كدوي معايا انايا كدوز لان اكثر واحد تدوز الاكثر ديال النهار مع راسك كدوي مع راسك. انا دابا جاي صايف سورتو صايق ما عندك حتى حاجه ما دير في الطريق كندوي مع راسي كنت كندوي مع راسي هو كيفاش نديفلوب التيم كيفاش نديرو كذا الدولاجي نسكيليو. تلاقيت مع واحد السيد دابا في ستاسيون جا سلم عليا قال لي انا راني خدام كذا 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 في نيجيريا قلت له واه راه تما كاينه لوبورتونيتي قال لي كذا 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 خلي لك النيميرو ديالي صاد فهمتي عاوتاني بقى الراس ديالي كيدور تيدور في افريقيا كنقول علاش انا مشينا للاسيا وجلسنا صاد كاين ما يدار في افريقيا كيفاش اش كنو كدوي مع راسك هذيك كيفاش كدوي حتى هي مهمه. قال لي الثالثه هي كيفاش كدوي حتى تلقى تدوي معاه تقول له صافا عاود حتى الوقت مقتول اش من صافا الله يهديك صاد ما غادي دير حتى شي حاجه في حياتك ومع كامل الاحترام ماشي انا اللي ما باغيش دير شي حاجه في حياتك انت اللي كتقتل في راسك عليها. كنقول ديما راه كاين واحد الفاكين عندك واحد الحرب مع هذا هو اللي كيقتلك وهذا هو اللي كيحييك وانت مضارب في حياتك مع هذا خصك تربح غير هذا ربحتي كلشي. ما تجيش تقول لي يا اخويا سيمو تنبغي نبدا وما كنقدرش نبدا اول المنتور ديالي ثلاثه ديال الحوايج ما يمكنش تبدا بلا بيهم واخا تبدا توقف الاحاسيس ديالك الافكار ديالك الطريقه باش كدوي خاصك تبدل هاد الهضره هادي فهمتي. وكان كاع وراني واحد القضيه ديال كيفاش كيدوي الناس الفاشلين كيفاش كيدوي الناس الناجحين كتقول لي واحد جوج ثلاثه تيقول لك غنديرها الفاشلين طب نجربها شي حتى واحد تيقول لي مع احترامي بزاف الناس تيكون هذا هو الجواب ديالهم كتقول لي واحد جوج ثلاثه واخا ان شاء الله تبا نجربها شي قال لي انفو يجاوبك شي واحد انه تبا يجربها حطيته في الكاتيجوري ديال الفاشلين دوز عرفتي كنعطيني جوج ديال الجداول على الهضره ديال الناس الناجحين على الهضره ديال الناس الفاشلين كنتي كتستعمل نص نص يعني راك واقف هنا وهنا كنتي كتستعمل هذه الهضره هذه. المهم فهمتي الناس وصلوا بعيد ولاو تعرفوا فهمتي من الهضره ديال الواحد تعرفوا فين يحطوه. المهم ما نطولش الهضره تبارك الله عليكم الاخوان. واحد الاخ قال لي دوي لنا على الايغو خويا الايغو هو الغرور فهمتي ولعن الله الغرور فهمتي الغرور شي حاجه خايبه واخا فهمتي تعيا من الطير وكذا تيركبك مره الغرور ومني فهمتي يعني راه انا تنقول واحد الشخص اللي داك السيلف اورنس طالع يعني فهمتي داك تحس براسك راك انت ماشي هو هذاك راه هو هذاك وكتراجع راسك وبعض المره كيركبك الغرور فهمتي بعض المره كيركبك الغرور والغرور شي حاجه خاي عاديه ولكن ما كتزيد ماشي عاديه يعني غادي تعيش بها وتفرح لا ما تفرحش فهمتي لان الغرور الا ما يمكنش يزيد بك القدام ممكن يرد بك الله وديك يوقف في بلاصتك راه يرد بك الله
وفهمتي وراه البلاك فرايداي ركبني واحد الغرور خايب ونط مع الصباح وندمت عليه فهمتي. على حقيقه شي دراري صحابي حتى هما اللي سمارت قالوا لي هي ذا مادر فاكر اوكي يو هاف سام فاكين انيميز ولكن شنو درتي دابا هو فيقتيهم فيقتيهم قلت لهم سيروا تخدموا خلي ديال مو مناسب علاش فيقتيهم خليهم مناسب قلت له الساط راه ما عرفتش دخلت مع الوحده في الليل شعلت البيسي ما كنتش كنتسنى التيم ديالي اصلا ما طليتش راك نتوما قلت لهم كنتو معايا ثلاث ايام كنجي كنبوانتي وكنمشي ما طليت مع التشوكيت فهمتي ركبني واحد الغرور في النصاصة اللي صافي فهمتي ديك العتشة اي فهمتي ملي بقيت كنحسبها ماشي شوف الغرور ما عمره ما غادي دير منه شي حاجة زوينة زعما عادي كان خاصني نطول البيسي احسن ما يمكن نمشي ندير ونمشي الناس لان اوكي يو هاف سام فاكين انيميز في الحياة ديالك يو هاف سام فاكين هيترز علاش غادي تفيقهم الهيترز غانا هيت بالعكس الهيترز شي حاجه زوينه الهيترز اصلا ما يديروا شي حاجه في حياتهم فهمتي الهيترز ما يديروا حتى شي حاجه في حياتهم الهيترز سواء قلتي كذا سواء قلتي كذا الهيترز ما تيديروش ماشي زعما يجي يشوفوك غادي تحركوا الهيترز هو واحد السيد غير حاقد خاصو يحقد هو زوين يكون في حياتك كيموتيفي عندك شي وحدين في حياتك حتى هما كيموتيفيوك هما سميهم اعداء سميهم منافسين سميهم فهمتي سميهم شي حاجه المهم هذوك الانيميز كاينين وزويونين وكيموتيفوك وكيخليوك تتحرك يقدر شي نهار انا يمر باش نوض نخدم نتفكر شي مضافكر من دوك المضافكرز اللي معاجي معاهم نوض نخدم فهمتي يقدر يطيح ليا في راسي يقدر انا بعض المرات كنطيحو في راسي كنقول عيان خليني نزيد ساعه النعاس فهمتي كندوز شي واحد من راسي كندير ديك الطران اجي نطرى المضافكر فهمتي خاصني نكون احسن منه شي حاجه زوينه شي حاجه زوينه فهمتي دوك خوتنا كل ما كنتش حاقد عليهم وحاقدين عليا ما غنوضش فهمتي ما غنوضش فهمتي ديك العباد ديال انا راني بخير ما خصنيش نكون بخير فهمتي خاص شويه ديال تفكر شي خونا جوج ثلاثه يكون عندك فهمتي شي ثلاثه مزيانه كاع شي ثلاثه مزيانين تفكروا تنوض من الناس انت عايش هاني ما عندك لا مشكل لا والو ما عندك حتى شي واحد حاقد عليك ما عندك حتى شي عدو فهمتي دونك كتعيش بخير انت شخص مسالم زايد في الدنيا خو الا راه بلا تديفلوب حياتك هادشي كما قلت في واحد الستوري يو نيد سام فاكين هيترز ماشي مع الموشنا في المدرسه ورجعوا الموضوع هو الايغو الايغو اخويا شي حاجه خايبه فهمتي ما تجيش تستافد منه ما تجيب منه شي حاجه ما تجيش تجيب منه شي حاجه وزعما اي ام نوت براود بداك الشيء اللي درت نهار الجمعه بالعكس تمنيت تكون رجعت لديك اللحظه غادي نعاود نمسح ديك الستوريه ما عندي ما ندير بها لان اف يو هاف سام فاكين انيميز خليهم ناعسين علاش كتفيقهم علاش كتقول لهم فهمتي يعني طرات بريسك ديك الستوريه حتى ولات تورات شويه ديال ليفل ديال بريسك فين واصل علاش توريه خليه ناعس هو اصلا ناعس خليه ناعس بلاصتو علاش انت فهمتي علاش بحال قلتي يو جيف هيم سام فاكين موتيفيشن ينوض يخدم ويفكر عاوتاني اش يدير بالعكس كانت الامور تمشي عاديه تخلي بنادم ناعس وتخلي الامور ناعسه وهما ناعسين باخر فهمتي اي لايك يو برو الله يحفظك اخويا حتى نتوما راكم عزازين عليا بزاف فهمتي هادشي فاكين لايف ستوريز كذا تنديرو تقول وي شير سام فاكين اكسبيرينس فهمتي شي حاجه من الحياه ديالي شي حاجه من سميتو كتنفع عباد الله بزاف ديال الناس كما قلت ما كايناش ديك اللعبه ديال بالسربه لونتربرونور غير ما تسميهاش خدمه في الانترنت وعرف فاكين اونتربرونور فهمتي ولا تمانج واحد الفاكين ريسك كبير فهمتي واحد الريسك عليك كبير واحد الريسك كبير فهمتي لان حتى حاجه ما مضمونه بحال مول 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 الباتيسري بحال مول السناك بحال مول القهوه بحال هادو كاملين كيمانجو واحد الريسك كبير تتبغي تحط في شي مشروع كتمانجو واحد الريسك كبير حتى الخدمه في الانترنت كتمانجو واحد الريسك كبير وكملنا كنمانجو واحد الريسك كبير وداك الريسك كبير وكما كندوي البارح تنقول مور ريسك مور بروفيت فهمتي يعني هذاك خونا اللي شد الوظيفه ما عندوش واحد الريسك كبير ما عندوش واحد البروفيت كبير the more the risk is bigger فهمتي البروفيتس كيكبر صافي بكل بساطه تبارك الله عليكم شي عاوتاني واحد القضيه حتى هي زوينه شي اخوان في نفس القضيه اخويا سيمو راه ملي كنت في العرب افيليت ساميت دويتي على واحد النيفو كبير ديال كيفاش دير التيم وكيفاش دير رسميتو وما دويتيش على داك الشيء البسيط باش نعتقو خويا راه ما تندوش حنا على نعتقو راه تعتق راه هي تمشي تخدم في شي وظيفه اللي غادي تفيدك فهمتي على حقيقه اش كنعرف شحال من واحد كنخدم في شي وظيفه واحد كنخدم سوشيال ميديا مانجر ديال واحد الراديو ولا دابا عنده استراتيجيه ديال السوشيال ميديا مانجمنت واول كليون ديالو هو ديك لا راديو كنعرف واحد كنخدم سوشيال ميديا مانجر في واحد جريده
من بعد ولا دير سوشيال ميديا مانجر ديال بزاف الجرائد في المغرب كنعرفوا وماشي ودار شركه ديال الديفلوبمون ديال ولا واخد بزاف لي بروجي كنعرف واحد بدا عاجر كوبي رايتر فهمتي كيكتب في بعض الجرائد المغربيه راه دابا كوبي رايتر ديال شي اشهارات كبار ولا دار شركه ديال الاشهار يعني فهمتي تقولش ليا صات وظيفه شوف شي وظيفه اللي تتعلم منها شي سكيل ما كنقولش لك انا سير المقاطعات غاليزي ما كنقولش لك سير البنكه فهمتي تدير شي بروسيس اللي كيدار يوميا رغم واحد المثال اللي كيعجبني واحد الدري صاحبي اللي كان خدام في بنك ودفع الاستقاله ديالو مشى دار شي حاجه ديالو وقلت له قلت له واحد النهار زعما انت متاكد من هذا القرار قال لي شوف باقي عقلي لا قدرت نقول المثال هو هذاك لا بونك شي نيكول سول لي كونكيريست المهم شي حاجه بحال هكا المهم البنكه هي مدرسه والاغبياء هما اللي كيبقاو فيها فهمتي يعني تيقول لي ديما راه البنكه استفدت منها بزاف وكذا كذا كذا وشحال من نقاش تنقول له فين عرف شي هادشي كيقول لي واش انت نسيتي انا راه كنت فهمتي كان 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 كنخدم شاف داجوز طب يعني فهمتي ما تقولش لي ما تقولش لي شوف ما تفكرش بديك العقليه ديال البريكولر لان بزاف ديال الدراري مساكين مظلومين تيبقاو فيا فهمتي عندو ديك العقليه ديال البريكولر تي راه صات كلشي بريكول نضربو اليوم فهمتي بحال دوك العقليه ديال دوك الناس اللي كيوقفوا في الموقف مع كل الاحترام ليهم واللي فهمتي يقدروا يكونوا منهم شي واحد من عائلتنا يعني عادي يعني ما تبقاش يعني ماشي تنقول هيك تنقول لك ما تكونش بحالو بحال يقدر يكون الوالد ديالك زبال مع كل الاحترام ديال الناس اللي كيجمعوا الزبل ولكن ما يبغيكش تكون زبال فهمتي غادي يكون هو زبال ولكن ما يبغيش يكون زبال كما حنايا كما انا فهمتي دابا يقدر نكون واحد الفاكين اونتربرونور من واحد الليفل اللي باغيك تكون انت من واحد الليفل احسن مني ماشي مع شحال من واحد فهمتي الدوي يقول لك خونا هذاك دا شوف كل واحد تيحاول الجينيراسيون اللي بعد منه تكون احسن منه وديك العقليه تاع المدافاكرز ديال لا ما بغيتهمش يكونوا احسن منه هذيك العقليه ديال المدافاكرز اللي باقي فيهم الشوع نسبيا فهمتي لحقيت الشوع فيه وفيه لحقيت دابا الهضره في المغرب كلمه كتعمم بزاف المصطلحات لحقيت الشوع شي حاجه زوينه عاوتاني كاين الشوع هنايا وكاين واحد الشوع هنايا داك الشوع هنايا في العقل ما عندك ما دير به كاين الشوع هنايا غير السطع حتى صاحبي راه كنحس فهمتي ما باغيش نخلي تدرهم من ورايا فهمتي تيبان لي الدرهم شي بلاصه ما كنكرهش نمشي فهمتي يعني اللي وصلاتو يدي انا ما نخليهش فوق الطبله فهمتي الشوع هنا مزيان فهمتي عرفت راه صاحبي كلمه الشوع هي كنذكرها فهمتي ديك الشوع صاحبي عرفتي ملي كتشبع فهمتي اذا مشيت نعاس كيجيو بحالي تيجمعوا لك تيديروا لك ميساس صاد ما خصكش تشبع ولكن داك الشوع هنايا ما عندك ما دير به طلعوا لي فراسكم الخوت بالتوفيق باش نشد الطريق ما حدش مشى طالعاش مشى زويونه يلا طلعت باي دوي باش شو البديت ديال اللايف كانت عاوتاني غبراش عاوتاني رجعات طلعوا لي فراسكم بالتوفيق ليكم القضيه اللي ما ساليتهاش هي التيم اللي كدويتي فواحد الموضوع كبير في الاربه في ديال صامي التيم ما دويتيش في شي حاجه صغيره كما قلت راه ماشي شي حاجه قلت زعما كاين شي حاجه باش زعما تعتق لونتربرونيا ما درتش باش تعتق درت سيرج مع واحد راس المال وجي فكر بيا ديك الفكره دير بيا ديك الفكره اللي كتامن بها بان لك كنتي تعلمتي الادسنس من عند شي واحد سواء تعلمتي من حسام الصاوي ولا من شي دوره في يوديمي كننصح بدوك الطورات ديال يوديمي بزاف وحاليا مابقاتش المعلومه مخبيه تكنيك ذا فاكين تكنيكس كلشي مبارطاج فهمتي يعني كلشي محطوط كاين كان 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 فهمتي كلشي مبارطاجي ادسنس مبارطاجي كلشي مبارطاجي تلقى تقول لك راه ما تيخبوا علينا التكنيكس فاكين تكنيكس ما بقاش نلعبوا الماتش على التكنيك كلشي كاين باغي ادسنس سير اليوجي ميكس بادسنس باغي تيخبوا علينا الصاد من مساليين شي جلسوا معاك يوريوك فهمتي جلسوا يشرحوا لك شي حاجه اللي هي مشروحه مليون مره وانا بعدا هذا اللي تيبان لي كيشرح شي حاجه اللي مشروحه مليون مره تيبان لي غبي فهمتي شي واحد اللي بحال اللي قلتي كاينه وجاي السلام عليكم اخوتي في الله اليوم ساشرح لكم شوبيفاي ما دفكر شوبيفاي مشروح مليون مره صاحبي
شوفي فاهم مش روح فهمتي الا بغى شي واحد راه لا بغى شي واحد راه بغى وبالعكس راه فهمتي خونا بلال دارها وكنا كنقول ليه دير اخاي بلال بالدارجه شي حاجه زوينه سر على الله فهمتي شي حاجه زوينه ولكن زعما راه الا بغيتي راك بغيتي ماشي تحتاج ما تحتاجش تكون بالدارجه ماشي تحتاجها تكون فهمتي راه شنو باغي ادسنس كي بغيت تعلم كليك بانك كاين بغيت تعلم لافيليت كاين بغيت تعلم مايلينغ كاين غتمشي ليوتيوب باش تكتب داكشي اللي كتقلب عليه واش انت غادي تستمر اسمح لي نقول لك بلي 99% ديال الناس ما غاديش يستمر وهذه طبيعه عاديه 1% ديال الناس هو اللي كينجح 3% ديال الناس كيقول لك كينجح ولكن 1% ديال الناس هو اللي كيتميز فهمتي يعني نتمنى تكون انت هو داك 1% عندك تشوف فيها دابا كنقول لك نتمنى تكون انت هو داك 1% فريمون في تيك تكون انت 1% ديسيجن ديالك والقرارات ديالك هما اللي تيحددوا واش تكون 1% ولا تكون من ديك 97% ديك 3% كامله زوينه يعني 3% كينجحوا ولكن 1% هما اللي كيتميزوا انا ما باغيش تنجح باغيك تميز فهمتي ديك جديد باغيك فريمون تكون جديد ديال بصح ترى لا 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 واحد خونا كتب لك داك خونا كنبغيو نتابعو فيه العياق شتي دابا هادشي شوف 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 هادشي باقي كندوي عليه هذا الجوع هذا كيتسمى الجوع الفكري شوف ما عندك باقي كتناقش معايا الشخص الا وانت في اسفل سافلين في الدرك الاسفل من الحياه فهمتي على حقيتاش على حقيتاش بغيتي توصل في حياتك ما تبقاش كيهمك الاشخاص انا يطريح مع شي واحد يقول لي هذاك الوزير هذا ما ضفكر اخر مره غادي نجلس معاه هذاك خونا عطا نعرفو هذاك خونا ادخونا هذا اللي كيدوي لي على داك خونا ادخونا هذا حرتوكا ماش نجلس معاه ادخونا هذاك خونا صاحبي تيقولوا عليه طط 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 ادخونا هذا اللي كيقول لي على ادخونا هذا خونا حرتوك لان ملي توصل واحد النيفو غادي تولي تناقش الافكار ما كتناقش الاشخاص فهمتي الا بغيتي تمشي في حياتك بعيد ها هو قال لك ادخونا هذاك خونا تنبغيو نسمعوا ليه ولكن ما تيعجبناش فيه العياق جبتيها في راسك السطم هو عايش حياته عايش حياته وبلاك الايغو عافط عليك يلا فهمتي يعني سواء بغيتي تفرج فيه سونج هي دونت كيف فاك ماشي زعما تجي تشري منه راه ما تيشريش منه اي فيديو ملاحو في اليوتيوب تفرجتي فيه ما تفرجتيش فيه بالنسبه له بحال بحال انت اللي مضرور في حياتك انت اللي ما دير حتى شي حاجه في حياتك هو داير شي حاجه في حياته الصاد ما تبقاش تشاف الاشخاص ادخونا هذا فيه العياق ادخونا هذا مريض ادخونا هذا تصور علينا ادخونا هذا نقول لك واحد القضيه انت الصاد اللي كتضيع حياتك ما تجي نقول لك لا مريض لا والو انت الصاد اللي كتضيع حياتك وخوتنا واصلين خوتنا عايشين وهاد المضافكرز كاملين تبقاو شي اي واحد تلقى تيناقش شي خونا ولا اختنا في الدرك الاسفل من الحياه صافي كتعرفوا فهمتي ما عندك ما دير معاه ايه خلي فهمتي الناس دابا حاليا تيناقشوا الافكار اجي الصاد قول لي كيفاش نزيدوا السيلز اجي الصاد كيفاش نديروا هادشي واش كاين شي عندنا في المايلينغ واحد الكونفرشن ديال 8% واش كاين كيفاش نزيدوه عندنا كدا 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 اشنو درتي في البلاك فرايداي اشنو درنا في السايبر مانداي اليوم عاوتاني نشوف شنو شنو فهمتي شنو طرا شنو درنا كدا شحال الكونفرشن عندك في ستور كيفاش ممكن نحسن الكونفرشن في ستور كيفاش ممكن نشدو شي كريديت لاين كيفاش ممكن نشدو شي كريديت من شي بانك نسكيلو بها الاد كيفاش ممكن نحصلو على دي كريديت كارد كيفاش هادشي اللي كيناقشو عباد الله كيفاش ممكن ندبر في دي كونت ديال ممكن ندبر في دي كريديت كارد اللي نحل بهم لي كونت تاع الريسكين ويكون عندي بزاف ديال لي كونت الريسكين كيفاش بقيت تطرح هاد الاسئله تلقى الجواب ديالو ماشي قص هادو هما الافكار هادو هما الافكار فهمتي هادو هما الافكار اللي تتقلب عليهم انت طالق الرادار كتقلب عليهم انت شنو كتضيع داك الشيء ديالك كتضيع وكتناقش صم الشيت اللي ما يجيش بك التقييم هذاك خونا فيه العياق هذاك خونا دير والو في حياته فيه العياق هذاك خونا مريض هذاك خونا بعد ختنا صاحبي راه كتضيع وقتك صاحبي راه غادي تدوز الحياه فهمتي غادي يضحكوا عليك الشميت دابا انت دابا اسمح لي هاد الناس هادو فهمتي هما الشميت كيضحكوا على دوك الاخرين قدر تكون كتضحك حاليا ولكن السطر المشكله هي ان السن كيدوز والعمر تيدوز لان قدر تكون دابا في عمرك 20 عام اتس اوكي غادي تضحك وغادي تطلعها وغادي تكون كتضرب منانات تضرب كومونتيرات في الانترنت ملي كنت صغير وديك هاي ويا فان اجي نطلعوها على دخونا اجي نطلعوها على دختنا هادي اجي نديروا لها دخونا اجي نديروا لها دختنا فنجو كنت كنضيع وقتي في منتدى برام جنيت وكنتسابوا بيان سور ديك الساعه كنا انا وياسين مصوات يا من زمان كنا كنتسابوا انا وياسين مصوات في برام جنيت
وكان واحد الدري معز حتى هويا، وكنا ديك الزمان في برامجنات وكنا منوضينها وكنا براش، ولكن المشكله هي جمعنا راسنا، كل ما جمعناش راسنا وبقينا في ديك اي كنت دابا حنا فهمتي تلقانا شمكار هاد بيست فهمتي اللي ممكن نكون هو تلقانا شي 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 شربات الشمكار، ولكن الدراري اللي جمعوا راسهم قضوا غرض انا تاسم صوات هاد معز تبسته ديال الدراري من برامجنات جمعوا راسهم والصنف فكين فهمتي بلا ما نقول سميتو ما دار والو في حياته لانهم بقاو مقابلين الهضره خاويه. ونقول لك الصات واحد الحاجه مهمه حتى هي، كنت كنتسائل ديما، كنت ديما كنشوف شي ناس الفوق وكنت كنشوف بزاف ديال الناس كيكريتيكيو وبزاف ديال الناس فهمتي تتلقى مثلا بلا ما نبقى نذكر رسمياتهم فهمتي تجدهم تيمرمدو بهم الارض مثلا فهمتي يقدروا يمنعوا عليه يجي الماتش، يقدروا يديروا ليه بزاف الروينه، يقدروا يزفوا عليه بحجره يجي في الشبهه، وهذاك خونا تيبان لك غدا مكمل وحياته عاديه ومكمل وبالعكس كيبان لك كيافونسي في حياته. وكنت كنقول واه واش هاد خوتنا هادو ما كيحسوش، واش هاد خوتنا هادو ما كيعياوش، واش هاد كان هذا هو السؤال اللي كيطرح عندي ديما. ولكن نقول لك الصاد ملي كتوصل واحد الدرجه في حياتك يو دونت جيف ا فاك فريمون يو دونت جيف ا فاك من الاخر فهمتي، كتولي يو دونت جيف ا فاك. وعلاش انت ما تمشيش تخدم مع صاحبك ودير شي حاجه زوينه في حياتك وانت جالس كضرب في واحد اللي ما هي دونت جيف ا فاك فهمتي. بزاف ديال الناس اجي نطلعوا على السياسي هذا اجي سطر ما فهمتي حياتك صاحبي مهمه على تمشي تضيع وقتك مع شي واحد صح، اجي نطلعوا على خونا اجا خونا هذا عنده شانيل اليوتيوب نطلعوا عليه، اجا اختنا هذه راه بوستات الفيديو ديال 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 الطلاق اجي نطلعوا عليها صاد بلاك سيده كتناقش الافكار، سيده كتناقش الافكار، كتناقش القضيه ديال الطلاق ديالها ومسببات الطلاق وتفرج في الفيديو وعجبني والفيديو غادي ينفع بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس اللي باقي ما تزوجش ممكن ينفعهم الفيديو. وانت الصاد خليتي واحد 90 فكره ناقشاتها، خليت واحد 90 فكره ناقشاتها وشنو جلستي شو هاد ختنا هادي طط 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 صات تضيع وقتك اصاحبي، كتضيع وقتك اصاحبي. العالم ما عرفتش فين غادي يوصل، وكما قلت دابا في 20 عام 22 عام 24 عام غادي تكون القضيه زوينه فهمتي، القضيه زوينه ديال يو هاف فان، ولكن الصات غادي تجيك واحد البكيه في 30 عام، تجيك واحد البكيه خايب فهمتي، غادي تندم على كاع داك الوقت اللي ضيعتي. تنتمنى تكون هاد الهضره وصلاتك وتمشي تقضي بها غرض